هو انا بتاع بلدي هصدرلك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى انا مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه. حق في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي مالوش كبير يشتري له كبير وطلع لك كبير. صباحين وحتة على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجا له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاحة، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. تلجأ لنا انا وتفاحة ونتلم في حضن بعض ونبقى اسرة واحدة. ايه ده مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقة جامدة قوي، وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر بينكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ ثلاثه بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجلي على رجلك عشان اقابل العريس تحت. استنى طيب. يلا بس تعالى. استنى. هتاخدني كده عجرين على بلا وشي اغير هدومي؟ طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب بس يا رب الحقون الحبايب ما يروحش. كحه على ايه؟ ما خلاص دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفت. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا، معلش. هو كان فين؟ بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعة. مفيش دكاترة هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحة قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوة البراندة؟ هايلة هايلة. خش جنبي نسيبك. اتفضل يا اخويا. خليكي انتي جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جايه. والله ما حد أمر غيرك انتي. ممكن أعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفلة تسعة. أقولك إحنا نطلع عندي فوق، أنا مشبر إزازتين بيرة وبسخن ورقة لحم على شوية لب وأسداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، إيه رأيك؟ لا لا لا، أنا عايزة أتفرج على بقية الشقة، مش وقت. شقة مين عدم المؤاخذة؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي. ومحدش هيتجوز فيها الا انا. نعم نعم، انا هتجوز في شقه ايه؟ وانا عاجبني العريس ده، عايز اتجوزه. وانا كمان حبيتها من اول نظره، عشان طبيعيه يا بيه حاحا، جوزاني. وانا كمان. عمي ماشي المأذون حالا، يلا. خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده؟ في يا عم يا لا بيه حاحا ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله يا مامه العريس. توكل على الله، وانت بقى ورحمه امي لو وقع لك صف ثاني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب ابنوها مضاد حيوي وتبقى سلاح وعلاج. تعالى يا سيد ابص لك الترجمه يا حاحا، تعالى تبعد الثاني اهلا. هبيعك عليها حصه، انت تسوى يا بنت. وحشه ولا بايره؟ الاثنين.
قصدي الاتنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس ده وابتدي تعفن. ها؟ الأربعة خمسة اللي أنت طفشتيهم خليكي كده قاعدة لحد ما تبوري وتقعدي في أرابيزنا. وإحنا أرابيزنا مش مستحملة. ده أنا حلوة ومدملكة وألف مين يهواني. الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبة تعبرك. تعبرك؟ ده أنا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقولها يا عمي. أقولها إيه؟ أول حاجة ما شفتهاش أكذب يعني؟ بإمارة بنت خالتك المعفنة اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على إيدي وضامن إن عدادها عزيره. ده أنت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستغفلات. أنا ما أسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقة دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجالة ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده أنت أوفر إيدج. دلوقتي بتعايريني بالسنة تفاحة؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلها في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعنكم اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حصل بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وانتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبوا منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا نلجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا نلجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليتيه يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ صحيح انت مالك؟ دي مصارين البط بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرف 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتوري وافي يجي يديني الجلسه. بس اما اقول بس يا ريت بس. ايه يا عم مالك؟ ايه عاوز انقط وجايب الميكروفون بتاعك معاك؟ انا بحب انقط الميكروفون بتاعنا. نسمع سلام كبير والنبي يلا. بس ايه يا عم سلام ده؟ ده سلام الاسد ملك الغابه. ليه يا عم الحاج؟ احنا في بيت الحانات ولا ايه؟ طب عايز ايه يا عم؟ عاوز انقط يا جدع بفلوسي. يا عم ما تنقط، انت هتتخنق علينا. ثلاثه عليكم فلوس انا حر فيها يا اخي. يا عم خليه نقط. يا عم سمعني سلام. سلام للعروسه. للعروسه والعريس. والعريس ومحمود عبد الشافي. محمود عبد الشافي وحسين باك. حسين باك واكرم فريد. اكرم فريد ومحمد السبكي. محمد السبكي ومحسن ناصر. محسن ناصر ومحمد السبكي تاني. محمد السبكي تاني اول وتاني وتالت. اول وتاني وتالت ومليون. ندوس على الزرار بهبل وسمعني سلام سايب الجبل. ديب 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 ديب. واجيب لك ديابه منين؟ من الجبل. ديابه من الجبل؟ امال ايه؟ عندنا عندنا. يا جدع في ايه ده؟ تنزل بسقاب الجبل. اللي قولي لي يا مايسا. يا عيون مايسا. انت عارفه يعني ان انا بعتبرك في منزله. اوعى تقول اختي. لا اختي ايه ده، انا اختي اشرف مش شرف. انا بعتبرك في منزله جارتي. ربنا يكرم مصر. يا نهار اسود، احنا في فرح والناس قاعده. يعني على اساس بصي ان احنا مش متربيين سوا وكده، انا عايزك تقولي لي بصراحه والصراحه راحه. هو انا خلاص النسوان ما عادتش تبص لي؟ فاشر. هو مين الحمار اللي قال لك كده؟ هو مش حمار، هي حماره مؤنث جحشه. البنت تفاحه. ياه سيبك منها بقى، دي طول عمرها معقده. ما تتجوزني يلا. اتجوزك؟ الواحد ممكن يتجوز واحده غلطت مره قبل منه، انما يتجوز واحده غلطت مع سكان القاهره الكبرى وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت. يخرب بيت لسانك، هي فروق التوقيت حكيت لك. عموما انت الخسران. يعني انا لسه بخيري؟ سؤال ما اقدرش اجاوب عليه شفاف، تلزم تحريك. صدق اللي سماكي ميصة، اسمع على مسمى.
انابيب 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 انا جبت الانابيب يا عم لبيب انابيب انبوبة بعت لها جواب انبوبة ولا سألت فيا انبوبة ايه الاسباب انبوبة ما ترد عليا انبوبة انبوبة انت يا جدع انت انت مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك الله يخرب بيوتكم جرى ايه يا جدع انت فلقتي دماغنا ما تقول يعني وتخبط في حته تانيه بس الحق عليا ان انا حامل امكم افرضوا حد حب يقوم بالواجب مع امه العيال والانبوبه خلصت اشيل ذنبه ولا اشيل ذنبه وافرض واحده ست عايزه تبسط جوزها وما لقيتش ميه سخنه اشيل ذنبها برضه ولا اشيل ذنبها انت ادي بتاع الانابيب ليلتنا قشطه ليلتنا عسل احلى انبوبه في تاريخ الغاز كله هات يا واد انبوبه واطلع يلا ثواني حاضر يا ست هانم يا ساتر وحشتيني يا توتا وانت كمان يا ولا وحشتيني يخرب بيت امك انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولا معلش البيت معلش غبائي خلني طب امسك بقى يا اخويا غبائك عشان ما نتفضحش طب ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا لا يا حبيبي لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه اخص عليكي انا استحالة افكر في اللي بالك بس الشيطان ممكن يفكرك طب وين اخره العذاب ده مفيش امل تقنية.